طيب بنرحب بحضراتكم. فقره التغذيه زي ما نوهنا وبنتكلم ان كل فقره كده بيبقى فيها حاجه معينه عايزين ان احنا نتكلم عنها ونستفيد بالمعلومات من خلال ضيوفنا. النهارده تحديدا النورانه ضيفتنا عايز تتكلم عن العظام، يعني ازاي ممكن نهتم بالكالسيوم، ايه الاكلات اللي المفروض ان احنا دايما تكون موجوده في نظام غذائنا، كل الكلام ده كمان وهنربطه بالمراحل العمريه المختلفه. بس خلينا نرحب في البدايه بالاستاذه امنيه فوزي خبيره التغذيه. صباح الخير. صباح الفل. منوره الدنيا. ربنا يخليك. انا تفاءلت وانشرحت وقلت بس معانا خبيره تغذيه في اجواء شتويه هتدخل علينا بشويه عدس مثلا سخنين، شويه ابو فروه. العدس فعلا هايل جدا جدا في الشتاء. رائع. يعني رائع. ومشبع وبيدفي. ده ايه العدس؟ العدس بس ما بيتخنش يا استاذه امنيه. ما هو انت كل حاجه بتاخدي منها بتاكلي منها بكميات معينه، يعني اي حاجه هتزيد عن الحد اكيد هتتخن، لكن العدس كمان فيه زنك، والزنك قوي الفتره دي كمان ان هو بيحسن مناعتنا، بيساعد على تقويه المناعه. بدايه سريعه للمعلومات. بدايه خش عليها الهواء. المزيد من الاسئله. طيب الكالسيوم والعظام ده يعني دي مينلي او ده الموضوع اللي احنا هنناقشه النهارده. فاحنا اعتقد في وجباتنا اليوميه كمان تحديدا السريعه ما بنهتمش ابدا ان احنا ناكل اكل صحي سليم، يعني خلينا نبقى صراحه مع بعض. فازاي نستفيد دلوقتي من وجود حضرتك معانا ان تقول لنا لا في اكلات ممكن برضو لو احنا وقتنا ضيق، لو احنا ما بنعرفش قوي برضو نختار ان احنا ناكلها، او يكون فيها يعني مثلا الموز على سبيل المثال انا اعرف ان فيه كالسيوم كويس، فايه اللي زي كده ممكن ان احنا نحطه ولو سريعا في وجباتنا اليوميه؟ طيب بصي خليني اقول لك اول حاجه ان احنا كل ما بنهتم بالاكل من واحنا صغيرين يبقى اكلنا صح ويبقى عندنا نظام غذائي صح، كل ما ده بنشوف بقى نتيجته لما بنكبر ان احنا ما بنعانيش من هشاشه عظام، ما بنعانيش من مشاكل صحيه. فلو جينا نتكلم على العظام اهم عنصر لازم اهتم بيه ولازم يدخل جسمي هو الكالسيوم. الكالسيوم هو اساس تكوين وبناء العظام بتاعتنا من واحنا صغيرين، من اول ما بنتولد لحد لما بنكبر مهم جدا ان انا لازم يدخل جسمي كالسيوم. المفروض ان انا وانا صغيره مثلا بيبقى نسبه الكالسيوم اللي بنحتاجها تقريبا بتبدا من 200 ميلي جرام في يوميا يعني، ولما بكبر بوصل لحد 8 سنوات بتوصل ل 800 ميلي جرام يوميا. بعد كده لما بوصل عند عمر من بعد العمر ده لعمر 50 سنه بنبقى تقريبا محتاجين 1000 ميلي جرام يوميا، ولما بنكبر فوق ال 50 بنبقى محتاجين 1300 ميلي جرام يوميا. ده كده ايه الجرعات. بس خليني بقى اكلمك ان واحنا صغيرين اكتر وقت جسمي بيمتص فيه الكالسيوم بنسبه 60% عن لما بكبر، يعني لما بكبر امتصاص جسمي للكالسيوم بيقل. فلذلك المفروض واحنا صغيرين الناس تبقى مهتميه جدا باطفالها، احنا العكس، احنا بنعودهم على الشوكولاتات والحاجات الحلوه والسويتس والبيبسي والحاجات دي كلها اللي هي اصلا بتبوظ يعني بتمنع امتصاص الكالسيوم من الجسم، وهي سكريات مش هتفيد. فطبعا اول حاجه العظام علشان يبقى تكوينها صح لازم ان احنا ناخد كالسيوم. طب ناخد الكالسيوم ده منين؟ كالسيوم موجود في منتجات الالبان، موجود في كمان من الحاجات اللي فيها كالسيوم والناس ما بتاخدش بالها منها خالص هي الخضروات الورقيه الغامقه زي السبانخ، هي زي ما فيها حديد هي فيها كمان كالسيوم وفيها كمان فيتامين كي او فيتامين كاف اللي هو اصلا بيساعد كمان على تخزين الكالسيوم في الجسم. البروكلي من الحاجات الهايله للكالسيوم برضو، البروكلي مظلوم قوي. البروكلي مظلوم قوي. صح. يا وداع البروكلي. فعلا ناس كتيره بتبقى مع ان هو في طرق كمان مختلفه ان احنا نقدر نعمله بحاجات بتبقى اكتر يعني ممتعه ان احنا ناكلها بطريقه صحيه وفي نفس الوقت تكون مش طعمها وحش. بالمناسبه هل الكالسيوم وغيره المعادن بشكل عام لما الجسم بيكتسبها من خلال التغذيه الفايدة بتختلف عن لو الجسم حصل عليها من خلال مكملات أو من خلال حبوب أو أقراص أو كذا؟ طبعا. خلي بالك أنه في الآخر الأقراص والحبوب هي جاية أصلها منين؟ من الحاجات الغذائية اللي ربنا مدينا بيها في الطبيعة. فأنا كل ما باخد الحاجة دي في طبيعة التغذية في أكلي طبعا بستفيد بيها أكتر بكتير من الفايدة اللي أنا باخدها من الحبوب أو كده. حتى لو نفس الكمية اللي حتى مثلا لو نفس كذا ملي جرام في الحباية أنت خدتي قصادها من خلال الاكل نفس المعدل حتى لو نفس الكميه. أوكي. حتى لما كنا بنتكلم على المناعه والناس بدات ان هي عايزه تاخد فيتامينات كان اكتر حاجه بنقولها يا جماعه ركزوا على الاكل، الخضار والفاكهه الحاجات دي كلها فيها فيتامينز ومينرالز فيتامينات ومعادن طبيعيه موجوده ربنا خلقها لنا وتفيد جسمي اكتر بكتير من الادويه كمان.
طب لو كلمنا عن الرياضيين بقى تحديدا وفكره الشد العضلي اللي بيجي لكتير من الرياضيين وبيترجم ده ان ده نقص في البوتاسيوم تحديدا، ف برضو اشرح لنا وايه الاكلات اللي المفروض ان هي تكون موجوده. بصي، هو نقص البوتاسيوم فعلا هو اللي ممكن يسبب تشنجات او شد عضلي، لان البوتاسيوم من الحاجات اللي بتؤدي لارتفاع، فعشان كده دايما في ماكولات بتبقى غنيه بالبوتاسيوم زي الموز. بوتاسيوم زي الموز، المكسرات، الفواكه المجففه، برضو الحاجات اللي فيها حبوب كاملة، يعني زي مثلا الشوفان بحبوب الكاملة، البطاطا برضو من الحاجات اللي فيها البوتاسيوم. كل ده حاجات بتساعد ان ده ما يحصلش بالذات عند الرياضيين او كده، ان ما يحصل لهمش كده. فطبعا والموز كمان موجود ومتوفر واسهل حاجة يعني. بالظبط، صح. حضرتك كنت قلتي في مرحلة سابقة كده في حوارنا ان فكرة الافراط في الشيء ممكن يجيب نتيجة عكسية. طيب في كتير بقى من الاهالي على عكس اللي كنا بنتكلم عليهم من شويه، اللي هم بالعكس بقى هم واعيين ومدركين لاهميه مثلا منتجات الالبان انا اسف، فبيخلوا مثلا اولادهم يشربوا كتير لبن كل يوم، او بيكونوا حريصين على ان اولادهم يستهلكوا كميات وافره من الجبن كل يوم. ده ممكن يشكل خطوره، يعمل مشاكل. طبعا. بص، زي ما حضرتك قلت فعلا الافراط من اي شيء بيسبب مشاكل وما بيبقاش حلو. الاعتدال هو احسن حاجه. فلو انا بدي لبن كتير، منتجات جبن كتير، او الحاجات دي كلها بتاثر عليهم، من اولا في ساعات بعض الدراسات قالت ان زياده اكواب عدد اكواب اللبن يعني على مدار اليوم ده ممكن يؤدي لانتفاخات، ممكن يؤدي كمان بيساعد على ظهور بعض الحبوب نتيجه كمان اللاكتوز اللي بيبقى موجود في اللبن، فده بيأذي ناس كتيره. طب ساعات الصح كام كوبايه بقى؟ الصح ما نزيدش من كوبايتين لثلاثه، ما نكترش عن كده. اوكي، يعني كوبايتين حلوه قوي، ثلاثة ده لو الولاد شربوهم ده بالظبط. صحيح. لو ما قعدناش في الكوبايه على مدار اليوم. طبعا. بس بتهيألي الكبار اقل، المفروض كوبايه واحده بتهيألي، صح كده؟ لا لا، من كوبايتين يعني كبار كوبايتين اليوم حلو قوي، الصغيرين من كوبايتين لثلاثه. طب انا عايز اسالك حاجه ليها علاقه شويه يعني التغذيه السليمه علشان ما يبقاش فيه زياده في الوزن. يعني لان في اكلات هي مفيده بفيتامينز كتيره لكن في الاخر هي بتتخن، يعني زي ما كنا مره في حلقه قبل كده كنا بنتكلم ان الشوفان ممكن ان هو يساعد ان الواحد يخس وممكن يساعد ان هو يتخن، فكده احنا بقى بنتلخبط. ففي ناس كتير ممكن ان هي يعني الموضوع يبوظ منها. ده فعلا السؤال ده حلو قوي. بالمناسبه والتونه برضو نفس الخاصيه، في ناس بتاكلها عشان تخس وناس بتاكلها عشان تزيد. ما هي الفكره كلها زي ما قلت لك في الكميات. يعني انا دلوقتي الشوفان فعلا من الحاجات اللي بنديه للناس لو عايزه تخس، وبرده لو ناس عايزه تتخن بنحطه لها في الوجبات بتاعتها. ليه؟ هو الشوفان سعراته الحراريه عاليه مش قليله، فهو تقريبا الناس بتفتكر ان انا باكل شوفان يعني كده اكل براحتي، انا ده مش دقيق ابيض انا اكل براحتي، لكن هو كسعرات هو مش مفيش فرق جامد ما بينه وما بين الدقيق الابيض، لكن هو مستو في ايه؟ الياف اكتر، فبيشبعني اكتر، فلو اكلت منه كميه اقل هيشبعني لمده اطول. مش بيعلي سكر الدم، يعني مش بيخليني فكره ان يعني ايه نعلي سكر الدم، لما سكر الدم عندي بيعلى ده اللي بيعمله الدقيق الابيض، بيعلي سكر الدم مره واحده. لما سكر الدم عندي بيعلى ببقى محطوطه في حاله ان انا ببقى جعانه ومهما باكل مش بشبع، ولما فتره قليله قوي على ما برجع اجوع تاني. فده اللي بيحصل. لا، لكن بالعكس الشوفان كمان فيه قيم غذائيه مفيده جدا وفي فيتامينز ومينرالز كتيره جدا مفيده للجسم، فعشان اكله علشان اخس لازم اتحكم في كمياتي. ايوه، يعني كم يعني معلقه مثلا كبيره، مثلا كم معلقه؟ يعني مثلا بنتكلم انا لو واحده مثلا عايزه اخس، طبعا بحسب سعراتي، بس هقول لك يعني مثال كده، 3-4 معالق كبار من الشوفان هحطهم على وجبه بتاعتي، هحط معاها مثلا لبن وفاكهه ومعلقه صغيره عسل. دي كده وجبه معقوله ان انا افطر بيها لو انا عايزه اخس. لو انا عايزه اتخن بقى بنديهم بقى اكتر، 7-8-9 بقى كونتينر شوفان، هنا 3 معالق، هنا 3 معالق، الباقي عندي انا بقى، بقيه الكيس عندي انا. طيب بالمناسبه يعني طالما ذكرنا برضو مساله السكر في الدم، الناس اللي هي مرضى السكر برضو بيبقى ليهم وضع خاص في التعامل مع العصاير، في التعامل مع السكريات، في التعامل حتى مع النشويات، فايه اللي يقدروا يعملوه بحيث يبقوا مش حاسين بحرمان وهم بياكلوا وبيشربوا، مش كل حاجه يفكروا او نفسهم تروح لها لا مش هينفع عشان السكر، لا مش هينفع بيزود السكر، يعملوا ايه؟ يهندلوا الملف ده كل دلوقتي. حاجه دلوقتي بقى ليها بدايل، يعني زمان ما كانش عندنا ثقافه قوي، البدايل دي ما كانتش واضحه، بس البدايل مش مرضيه قوي، مش نفس الطعم. بالعكس. ليه بقى؟ لان احنا لو عملناها بطرق مختلفه، لو يعني
مثلا زي ما احنا قلنا الشوفان لو حطيت عليه معلقه صغيره عسل وحطيت عليه فاكهه بحبها شوية مكسرات هحس ان انا حابة طعمه. لكن اي حاجة تانية لو انا عملتها طبعا بطريقة يعني في طرق كتيرة ومش كل الناس بتحب الطرق، يعني ممكن ما يعجبنيش الشوفان بالطريقة دي، ناس تانية ممكن تعمله مثلا بالزبادي. فنفس القصة لمرضى السكر، هو انا بنصحهم ان هم يبعدوا عن حاجتين كارثتين، السكر الابيض والدقيق الابيض. السكر الابيض كارثة وبيضعف مناعة جسمي، والدقيق الابيض يعني كارثة لان هو اكتر حاجة بتعلي سكر الدم. انصحهم بقى كمان ان هم يتبعوا نظام الصيام المتقطع، لانه افضل نظام يحافظ على معدل سكر الدم على مدار اليوم، وبيخسس كمان يا بيخسس دكتور. بس طبعا لازم اكون حاسبه سعراتي، يعني ما ينفعش اكون انا مثلا بصوم وفي الثمان ساعات اللي باكل فيهم مثلا انا باكل كيكات بقى وشوكولاتات واقول انا ما خسيتش ليه، طب يعني مش هخس. يعني على 8 ساعات كمان هنتحرم ها؟ يعني لا مش حرمان، بس هتاكلي براحتك اكتر. يعني هتاكلي براحتك عن اللي انت بتاكليه، لان انت في خلال 16 ساعه اخر 4 ساعات جسمك بيحرق باعلى معدل ليه. بس بيتهيالي القطع ده منتشر دلوقتي بس مش اي حد يقدر عليه، يعني انا مثلا من الناس اللي ما اقدرش عليه ابدا، لان انا مش فكره الجوع، في ناس زي كتير مش فكره جوع، هي فكره وجع بيجي في المعده خلاص انا لازم اكل دلوقتي، وفي ناس بتدوخ، ويعني كل دي اعراض ما اعتقدش ان هو يبقى طبعاً. صحي قوي صح؟ اول حاجه هو بالنسبه لنا لو انت في الثمان ساعات بتاكلي صح مش هتتعبي في ال 16 ساعه اللي انت بتصومي فيهم، دي اول حاجه. تاني حاجه الناس اللي ما تقدرش او حاسه ان هي لا بالنسبه لها الموضوع ما بيبقاش فيه ضغط ان انت تعمليه، طالما انت قادره انك تظبطي اكتر يعني اكلك، لو ظبطتي وجباتك واكلك فده اهم حاجه. عايزه بقى تعملي جنب الصيام المتقطع حاجه زياده، دي حاجه بقى ترجع لقدرتك، لكن لو انت لا مظبطه اكلك وكله تمام دي اهم حاجه. وكمان لازم تختاري نظام تقدري تكملي عليه على المدى البعيد. يعني ما بقاش انا مثلا واحده عايزه اعمل دايت واخس فاقول انا هقطع نشويات وهقطع كل حاجه وهعمل الصيام المتقطع فهلاقي نفسي مثلا قعدت شهر وبعد شهر رجعت للصفر. حضرتك لازم تعملي حسابك بقى تكوني معانا مره ثانيه ان شاء الله قريب، لان احنا للاسف محكومين بمده زمنيه للفقره، وكلام معاكي جميل ومفيد جدا، ان شاء الله نسعد بوجودك معانا مره ثانيه. انا كمان اتبسطت جدا بوجودي معاكم النهارده. انا بشكر حضرتك، وزي ما كريم قال تنورينا باذن الله مره ثانيه. وفي الاخر كده دايما بيقولوا انت الحاجه اللي بتاكلها، يعني بني ادم شكله بيبقى حسب ما بياكل، هنقعد ناكل حاجات بتتخن كده؟ لان لو كان كده كان زمان انا قدرت فول قاعده جنب منك. انت ما بتاكلش يا كريم، لا انت ما بتاكلش اصلا، لا بجد يعني ما شاء الله مش عايزين. في ناس عندهم الحرق بيبقى عالي جدا فبيحرقوا اصلا. بس بقى الحاجات دي بتتنذر يا استاذه. نورتينا يا استاذه امنيه، اهلا بيكي دايما. هنستاذن حضراتكم ونطلع فاصل ثم عوده مره ثانيه 10 الصبح في الاهلي. اتفضل.